يقول الشاعر: لله در الحسد ما أعدله، بدأ بصاحبه فقتله، أول من يتأذى بالحسد هو الحاسد نفسه. بالله عليكم قولوا لي، الحسد شنو يفيد صاحبه؟ أول شيء يأكل عافيته، والشيء الثاني إنه يأكل حسناته، يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. تب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين. نعم تحلق الدين، وثبت في الحديث أيضا أنه لا يجتمع في قلب عبد الإيمان والحسد، لأن الحسد حقد وغش وضقينة ما يجتمع مع الإيمان. تعلم أن الحسد من كبائر الذنوب؟ هل تعلم أن الحسد هو أول ذنب عصي الله به في السماء وأول ذنب عصي به في الأرض؟ أمر رب العالمين إبليس أن يسجد لآدم فأبى. ليش أبى؟ حسدا لآدم، قال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ أول جريمة قتل وقعت في الدنيا قابيل قتل أخاه هابيل، ليش قتله؟ حسد الله، لأن رب العالمين تقبل منه ولم يتقبل من قابيل. هذه هي حقيقة الحسد. بالله عليكم اللي يعرف أن الحسد ياكل حسناته وياكل عافيته، هل يحسد الناس؟ لا والله. أقول للحاسد: ترى الحسد عيب، تدري ليش عيب؟ لأنه سوء أدب مع رب العالمين، رب العالمين هو اللي قسم الأرزاق بين العباد وأنت تعترض عليه. ألا قل لي من ظل لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه، لأنك لم ترضى لي ما وهب. قول رب العالمين: نحن قسمنا بينهم معيشتهم، وفي الحديث القدسي: الحسود عدو نعمتي، متسخط غير راض بقسمتي. قال ابن مسعود: لا تعادوا نعم الله. قالوا: وكيف نعادي نعم الله؟ قال: أن تحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. إذا شفت أي أحد أنعم الله عليه بمال أو بمنصب أو بشهادة أو بأي شيء من نعم الدنيا، لا تحسده، ادعي له بالخير. تنافس مع الناس حتى توصل للشيء اللي وصلوا له، لكن لا تحسدهم، لا تتمنى الرب العالمين يزيل النعم اللي من بها عليه. وإذا كنت تعرف من نفسك أنك حسود أو غيور، اجتهد بهذا الدعاء النبوي: اللهم اهد قلبي واسلل سخيمة صدري. وأي شخص تجد في نفسك حسد له، ادعو له بالسجود إن الله يوفقه، وفي المجالس اذكره بالخير، صدقني راح يروح اللي بنفسك. احرص على سلامة صدرك، احرص إنك ما تحسد أحد ولا تحقد على أحد ولا تبغض أحد، والله هذا من أعظم أسباب انشراح الصدر والسعادة. الله الذي لا إله إلا هو، إنك بالحسد ما راح تستفيد شيء، راح تدمر صحتك وتاكل عافيتك وتروح حسناتك، والناس يكرهونك ويبغضونك. قولوا آمين. اللهم اهد قلوبنا وزك نفوسنا واسلل سخائم صدورنا وبصرنا بعيوبنا واحفظ علينا ألسنتنا.